حلفنا على ابوهم تنصيفطوهم والرايه فرفرت في القرقارات. اقسم لك بالله الكبير الشهيد وسيدي ربي لا ما في راسي لا قرقارات لا والو. هو الدق تم احنا كنا عيطوا لينا لدوزيم راس العام وهذاك السهره انا ما كنتش فيها اصلا سكيف عيطوا لي بالليل بحال هكا بالليل الله يخليك غدا في 8 طاطا منا راه درنا اجتماع ما درناش اجتماع كذا 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 كي غادي ندير لا لا الله يجازيكم بخير لا غدا قلت انا راه ما موجود والو قلت لها غادي تسمحي لي حتى الخطره اخرى وهذا تنذكر عيط ليا المخرج لي شير عاوتاني في التعيطه الثالثه عيط ليا لي شير قال لي خليك غير اجي واللي كنديرو راك انت مطلوب في راس العام وقلت لي عالمي الفنانه وسالاو قلت لي كون خير قلت لي عندي ثلاثه الشروط قال لي شنو انا ما كندوز بلاي باك كندوز ديريكت الاولى قلت لي غندوز انا الاول ما تخلينيش حتى الاخر ثانية بغيتك تخليني جالس بوحدي لان ما مرن ما والو جلست قلت لي بوحدي باش ما نديراجاش وكذا وكذا وعافاك ما تعطينيش الوقت بزاف انا راه ما مهيئ والو قال لي جو يكون خير فعلا مشينا درنا البالونس طلعنا الفوق وحنا نوجدوا واحد البروغرام وجدناه بقيت اللي وجدناه سالينا كنشربوا في قهوه وجدنا شي بريولات كذا 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 جلسنا وسالينا وحنا نبداو نطوعوا في شي عويطات وانا نخرج هاد يلا بدينا الدق تم مال خويا الدق تم كذا كذا ويقول سيدي بسم الله يلا نزلوا جات عندي واحد السيده تقول لها ربيعه التوت خدامه تما في داكشي ديال الانتاج والموسيقى وكذا قالت لي الله يخليك بغيناك تغني لنا شي اغنيه على سيدي محمد لو سيدي محمد خاصو ملحنين وخاصو شعر وخاصو السلام عليكم هبط تغني لنا على سيدنا وانا نقول لها شي يجيك مليح راه قبيله كان دندن راه خرجت في واحد الاغنيه الدق تما كذا قالت لي لا 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 سيدي ما تقولي لا الدق تم لا والو حنا راس العام وهذا ونقولوا الدق تم ونقولوا هذا ترى الدق تم راه نقدر نخرج فيه العجب والجيان متحرر واش باقي خرى الميمه الدقتم تتكون من الحب الزعري والحب الزعري شنو هو الحب الزعري هو فيه جوج الصدر والعجوج جوج اربعه الكلمات جوج كلمات من هنا وجوج كلمات من هنا ولكن كتكون عندهم واحد القافيه كتكون عندهم واحد التفعيله مقاده ثالثا خصها يكون عندها هدف وما هو الجميل في 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 في, في هذاك الحب الزعري هو تيجي الراس ديالك خاوي ما فيهش ولكن خص يكون عندك باجاج ديال الهضره كتلاقي دوك ربعه الكلمات باش يعطيوك حبه وديك الحبه يكون عندها معنى بدينا خدامين تنسجلوا الاغاني اللي تمرنا عليها هما يطفيوا الضوء ولي يحبس هاك هاد التليفون هاك لاباس اخ قالت لك اخويا حاجيب هذيك الدقتم غير قولها قلت لها كي درتي ليها صافي صافي هي قول هذا تنبعدو ندقر انا وياك حطيت التليفون لا لا وقلت لهم اعطيوني ربع ساعه جلسنا قلت هادي دخل من هنا خرج من هنا دخل هادي هذا هذاك الحب ديال حلفنا على ابوهم تنصيفطوهم والرايه فرفرت في القرقارات اقسم لك بالله الكبير الشهيد وسيدي ربي لا ما في راسي لا قرقارات لا والو من طلعنا قلنا الدقتم بدينا على سيدنا القرقارات كذا 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 سالينا خرجت في حالاتي تقول اش قلت تا شنو تما تا شتي واش غتعجب الناس واش ما تعجبهمش نهار المونتاج كان عيط لهم تما قول لي تما داكشي كيخرج تما داك تقول لك سيدي راه زوين وراه مذاكشر
معايا جات في ديك الوقيته ديال المشاكل ديال الكركارات. وفائده به فين وصلات؟ ما كنت عاطيه كاع داك. انا ملي ساليت السهره حيت شعلت ملي كتكون السهره كنطفي التليفون باش نتصنت الاخطاء. ومني شعلت التليفون تلقاه بغا يتفرقع. وما لا غد ليه تلقى الفيديوهات وكلقى داروا الفيديوهات وداروا التريكاجات وداروا داك الشيء وشعلت وداو وذلك فضل الله.